السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، أمور هامة جدا بهذا الفيديو لكل شخص مقيم على الأراضي التركية، سواء كان سوري أو عراقي أو أجنبي أو أيا كانت جنسيته. بداية، ضعوا إعجاب للفيديو مشان توصلكم جميع الأخبار، وشاركوا الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب مشان الجميع يعرف. خلينا نبدأ بالموضوع الأول يا إخواني. من مبارح لليوم إجاني أكثر من 500 سؤال بخصوص إذن العمل وقرارات جديدة من إدارة الهجرة ووزارة العمل. شو اللي عم يصير؟ شو اللي تغير بخصوص موضوع إذن العمل وبخصوص الأشخاص العاملين في تركيا؟ رح أوضح لكم الموضوع خطوة خطوة. إخواني الكرام، قانون إذن العمل في تركيا هو قانون موجود مو من هلأ ولا من 10 سنين ولا من 20 سنة، هو قانون موجود ضمن قوانين الحكومة في تركيا بخص الأتراك وبخص الأجانب. لكن على ما يبدو يا إخوان إنه بهاي الفترة رح يتم تطبيق هذا القانون، يلي بنص على الشكل التالي: كل شخص مقيم على الأراضي التركية سواء تركي أو أجنبي، بالنسبة للتركي لازم يكون في عنده سيجورتا، بالنسبة للأجنبي يلي حامل كملك لازم يكون عنده إذن عمل. طيب، بالنسبة للأجنبي يلي معه إقامة لازم يكون في معه إقامة عمل. طيب، في حال الشخص مسك وهو عم يشتغل بدون إذن عمل أو بدون إقامة عمل، رح يتم تغريمه إخواني، وبالإضافة لوضع أكواد، وهذا الموضوع ممكن يؤدي إلى الترحيل لا سمح الله. هذا القانون يا إخواني، قبل سنة تقريبا أنا طلعت وحكيت إنه هذا الموضوع مع الأيام رح يتم التشديد عليه، ومشان هيك نصحت الجميع إنه يشتغلوا بإذونات عمل، ونصحت الناس إنه يروحوا على منظمة الإيشكور لحتى يلاقوا فرص عمل بإذن عمل بشكل قانوني على الأراضي التركية. طبعا في كتير ناس عم تشتغل بدون إذن عمل، السبب الأول مشان ما يروح كرت الهلال الأحمر، السبب الثاني إنه أصحاب العمل ما عم ترضى تطالع إذونات عمل. إخواني، أصبحت صلاحية إدارات الهجرة صلاحيات كبيرة جدا، بالإضافة إنه صار اسمه رئاسة الهجرة، أنتوا بتعرفوا هذا الحكي، وليس إدارات الهجرة. يعني اليوم يا إخواني مخالفة إذن العمل عم تروح على إدارة الهجرة، غير مخالفات كمان عم تروح على إدارة الهجرة، وعم ينعرف فورا إنه هذا الشخص الأجنبي مثلا عم يشتغل بدون إذن عمل أو غيره. خلينا نقول إنه تم توحيد كتير أمور، مثل موضوع النفوس أو موضوع العمل هلأ من جديد، كله صار بإدارة الهجرة. يعني إخواني قبل هيك حذرت الحكومة مشان موضوع مثلا النفوس، ولكن شفتوا أنتوا من كم شهر ونحن جايين صار تدقيق كتير كبير على موضوع قيد النفوس. وهلأ حاليا إخواني هي القوانين مو جديدة، ولكن الجديد فيها هي زيادة سعر المخالفات. يعني إذا كانت مخالفة إذن العمل قبل هيك، عم بعطيكم مثال، 4700، اليوم مثلا صارت 6000 وكسور، عم بعطيكم مثال، فهي زيادة على المخالفة. طبعا هي بالنسبة للعامل، صاحب العمل مخالفته أكبر من هيك على حسب الشخص وعلى حسب عدد العمال. طبعا في مخالفات وغرامات مالية، بالإضافة مثل ما حكينا ممكن يتم وضع أكواد، ممكن يتم إيقاف الكملك أو الإقامة، وممكن توصل القصة للترحيل. طبعا كل شخص مقيم على الأراضي التركية هو بحاجة إلى عمل سواء كان سوري أو أجنبي. من المتوقع الأيام القادمة يتم التشديد على موضوع إذن العمل، مثل ما تم التشديد على موضوع الكملك غير ولاية، تحديث البيانات وقيد النفوس. يعني اللي عم نشوفه إنه الحكومة بهي السنة إخواني ما بدها مخالفات، ما بدها أي شيء مو صحيح على الأراضي التركية، سواء قيد نفوس، كملك، إذن عمل، كله بده يمشي بالطريق الصح. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم كرت هلال أحمر، نأمل من منظمة الهلال الأحمر إنه تتيح للأشخاص اللي عم ياخذوا كرت الهلال الأحمر إنه يشتغلوا بإذن عمل بدون ما يتم إيقاف كرت الهلال الأحمر تبعهم. مشان هيك يا اخواني، اي شخص فيكم على الاراضي التركيه من هلا يبلش يحاول يشتغل باذن عمل ولا يشتغل بدون اذن عمل، اصحاب الكملك اذن عمل، اصحاب الاقامه اقامه عمل. الموضوع الثاني يا اخواني اللي هو جدا موضوع مهم، فتح حساب بنكي ببنك البي تي تي. كيفيه فتح حساب البنك؟ وفي كتير ناس عم تتعذب بالنسبه لموضوع فتح حساب بنكي، راح اشرح لكم التفاصيل بكل بساطه. سواء كان عندك كملك او اقامه او كملك تركي، بامكانك تروح على مراكز البي تي تي وتفتح حساب بنكي. طبعا هو عم بيكون مجاني، ولكن ممكن الموظف يطلب منكم 5 ليرات او 6 ليرات مشان تودعوها بالحساب. طبعا رح تستلموا الظرف عم بيكون على هذا الشكل، رح نفتح الظرف هلا ونشوف شو في بداخله. طبعا الظرف بيكون هيك على هذا الشكل اخواني، طبعا بيكون هون في معلومات كتير، بالاضافة انه كمان الكرت بيكون موجود جوا اللي هو كرت البنك تبع البي تي تي. طيب هذا البنك شو ممكن تعملوا من خلاله؟ اخواني الكرام، هذا البنك مثله مثل اي بنك، وفيه كمان كتير شغلات وميزات حلوة في تركيا، تحويل اموال، استقبال. والأمر الأهم إخواني، إذا أجتكم مساعدات متعلقة بالبي تي تي فبتنزل على حسابكم بشكل مباشر، وفيكم تسحبوها من الصرافات. طريقة فتح الحساب إخواني هي بسيطة جدا، بتروحوا سواء معكم كملك أو إقامة أو هوية تركية وبتقولوا له نحن بدنا نفتح حساب بالبي تي تي، وبعد هيك بتم فتح الحساب. طبعا رح أحكي لكم شوي عن مميزات هذا الحساب.
مثل اي بنك تاني اخواني، ايداع مصاري، دفع فواتير، تحويل اموال، مثلا اذا بدكم تعبوا الهيجي سي تبعكم تبع السياره، اذا بدكم تعبوا خط الهاتف تبعكم مثلا رصيد، بالاضافه طبعا اخواني تشتروا من الماركت وتدفعوا، يعني مثله مثل اي بنك بتركيا وفيه ميزات كتير كبيره، وبالاضافه انه هو تابع للحكومه التركيه. اللي عنده اي سؤال او استفسار اخواني بخصوص موضوع اذن العمل او بخصوص القوانين على الاراضي التركيه او بخصوص هذا البنك يكتب بقسم التعليقات وان شاء الله رح جاوبكم. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.